بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور التفسير المأثور، وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله من سورة الدخان: أخرج عبد بن حميد عن عاصم رحمه الله أنه قرأ: إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض بالخفض، عطفا على المخفوض. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: فارتقب، أي فانتظر. وأخرج ابن مردوية من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: آية الدخان قد مضت. وأخرج ابن مردوية من طريق أبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله قال: الدخان جوع أصاب قريشا، حتى كان أحدهم لا يبصر السماء من الجوع. وأخرج ابن مردوية من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الدخان قد مضى، كان أناس أصابهم مخمصة وجوع شديد، حتى كانوا يرون الدخان فيما بينهم وبين السماء. وأخرج ابن مردوية من طريق أبي وائل عن عبد الله في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: جوع أصاب الناس بمكة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال: مضى الدخان والبطشة الكبرى يوم بدر. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كل ما وعدنا الله ورسوله فقد رأيناه غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج. فأما الدخان فقد مضى، وكان سني كسني يوسف عليه السلام. وأما القمر فقد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البطشة الكبرى فيوم بدر. وأخرج سعيد بن منصور والإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو نعيم والإمام البيهقي معا في الدلائل عن مسروق رحمه الله قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. فغضب وكان متكئا فجلس، ثم قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يكن يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما يقول لما لا يعلم الله لما لا يعلم الله أعلم. وسأحدثكم عن الدخان أن قريشا لما استصعبت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع أو بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر، فاستسقى لهم فسقوا، فأنزل الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. فأنزل الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فانتقم الله تعالى منهم يوم بدر، فقد مضى البطشة والدخان واللزام. وأخرج الإمام البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف عليه السلام. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك قد بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة على رأسه فسقى الناس حولهم، قال: فقد مضت آية الدخان، وهو الجوع الذي أصابهم، وهو قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وكل وذلك كله يوم بدر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: الجدب وإمساك المطر عن كفار قريش. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله في قوله: يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال: الأليم الموجع، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال: الدخان أنى لهم الذكرى، قال: أنى لهم التوبة، إنا كاشف العذاب قليلا، يعني الدخان، إنكم عائدون إلى عذاب الله تعالى يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: أنى لهم الذكرى، قال: بعد وقوع البلاء بهم، وقد تولوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: معلم مجنون، ثم كشف عنهم العذاب. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج في قول الله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: كان يوم فتح مكة. وأخرج ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يوم فتح مكة دخان، وهو قول الله تعالى: فارتقب
يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: إن الدخان لم يمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وينفخ الكافر حتى ينفد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم بسند صحيح عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لم أنم هذه الليلة. فقلت: لما؟ قال: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يطرق الدخان. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي المشوي. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدخان إذا جاء نفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع من مسامعه، ويأخذ المؤمن منه كالزكمة. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه قال: الدخان قد بقي وهو أول الآيات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يهيج الدخان بالناس، يهيج الدخان بالناس، فأما المؤمن فيأخذه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعا رضي الله عنه قال: أول الآيات الدجال، ونزول عيسى، ونار تخرج من قعر عدن، من قعر عدن، عدن أبين، وأبين مدينة معروفة في جنوب اليمن، تسوق الناس، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا: والدخان؟ قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 يوما وليلة، فأما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر بمنزلة السكران، يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. وأخرج ابن جرير والطبراني بسند جيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن منه كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهيج الدخان بالناس، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال: يوم بدر. وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه قال: أن يوم البطشة الكبرى يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي العالية رحمه الله قال: كنا نتحدث أن قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر والدخان قد مضى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير بسند صحيح عن عكرمة رحمه الله قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة. فتحصل أنهما قولان عن الصحابة رضي الله عنهم، فعبد الله بن مسعود وموافقوه من التابعين يقولون أنها يوم بدر، وسيدنا ابن عباس يقول هي يوم القيامة، والخطب سهل. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد فتنا قال بلونا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ولقد فتنا قال ابتلينا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم قال هو موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله، قال يعني أرسلوا إلي أرسلوا بني إسرائيل، وأن لا تعلوا على الله، قال لا تعثوا أني أتيكم بسلطان مبين، قال بعذر مبين، وإني عدت بربي وربكم أن ترجموني، قال بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني أي خلوا سبيلي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أن أدوا إلي عباد الله، قال يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق. وفي قوله: وأن لا تعلوا على الله، قال لا تفتروا. وفي قوله: أن ترجمون قال تشتمون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عبد الحكم في فتوح مصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى رهوى: قال سمت. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: واترك البحر رهوا قال كهيئته ومضه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث الهاشمي أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعبا عن قوله: واترك البحر رهوا،
قال طريقا. وأخرج ابن الأنباري في الأضباب عن الحسن البصري رضي الله عنه في قوله واترك البحر رهوا، قال طريقا يبسا. وأخرج ابن الأنباري عن قتادة رضي الله عنه في قوله واترك البحر رهوا، قال ساكنا. وأخرج ابن الربيع ابن جرير عن الربيع في قول الله تعالى واترك البحر رهوا، قال سهلا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واترك البحر رهوا، قال الرهن الرهو أن يترك كما كان فإنهم لم يخلصوا من ورائه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قول الله تعالى واترك البحر رهوا، قال دمثا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قول الله تعالى واترك البحر رهوا، قال جددا أي طرائق. وأخرج الفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله واترك البحر رهوا، قال طريقا يابسا كهيئته يوم ضربه يقول لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى يدخل آخرهم. وأخرج ابن أبي الحكم وأخرج ابن عبد الحكم عن الحسن رضي الله عنه في قول الله تعالى رهوا، قال سهلا دمثا. وأخرج محمد بن كعب القرضي رهوا، قال طريقا مفتوحا. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى رهوا، قال طريقا منفرجا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال لما قطع موسى عليه السلام البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم، وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده، فقيل له واترك البحر رهوا يقول كما هو طريقا يابسا إنهم جند مغرقون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومقام كريم، قال المنابر. وأخرج ابن مردوية عن جابر رضي الله عنهما مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله تعالى عنه في قوله ومقام كريم، قال مقام حسن ونعمة كانوا فيها فاكهين، قال ناعمين. أخرجه الله من جناته وعيونه وزروعه حتى أورطه في البحر. كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني بني إسرائيل، والله أعلم. أخرج الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردوية وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل عليه منه رزقه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا يبكى عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح،
فتفقدهم فبكى عليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ينزل منه رزقه وفيه يصعد عمله. فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فبكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها بكت عليه. وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبك عليهم السماء والأرض. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: هم كانوا أهون على الله من ذلك. قال: وكنا نحدث أن المؤمن تبكي عليه بقاعه التي كان يصلي فيها من الأرض ومصعد عمله من السماء. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: ما مات مؤمن إلا بكت عليهم السماء والأرض صياحا. قال: فقيل له: تبكي؟ ما تعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره دوي كدوي النحل؟ وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه قال: إن العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: إن البقعة التي كان يصلي عليها المؤمن تبكي عليه إذا مات وبحذائها من السماء، ثم قرأ: فما بكت عليهم السماء والأرض. وأخرج عبد بن حميد عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: إن الأرض لتحزن على العبد الصالح 40 صباحا. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: لم تبك عليهم السماء، لأنهم لم يكونوا يرفع لهم فيها عمل صالح، ولم تبك عليهم الأرض لأنهم لم يكونوا يعملون فيها بعمل صالح. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان يقال: الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.